بنا طلاب المستوى الثاني، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم سيكون في المحفوظات، سنتناول محفوظة بعنوان وطني الغالي، ولكن بداية لابد أن نتعرف عن الوطن وقيمة الوطن. ما هو الوطن؟ الوطن هو قطعة من الروح والوجدان، هو تلك الأرض التي نعيش بها ونشعر بها بالحب والأمان، وندرس ونلعب في ربوعها. الوطن هو الهوية التي نحملها أينما ذهبنا ولا يمكن أن نخرج عنها، وحب الوطن يسري في عروقنا دوما. عبر الشاعر قحطان برقدار عن حبه للوطن من خلال هذه الأنشودة التي تحمل عنوان وطني الغالي. لنقرأ ونتابع. أرض يسكنها الأحرار، تتألق فيها الأقمار، وصروح بالعز تعالت، وديار هي خير ديار، بمحبتها يزهر قلبي، ولها كم أخلص في الحب. سوريا يا مهد طموحي، وجهك يصحبني في دربي. في هذه الأرض تعلمنا وقفزنا مرحا وحلمنا، في درب يزداد ضياء ببناء المجد تقدمنا. سوريا ربي يحميها، بدمي وبروحي أفديها، أنا لا أنسى وطني الغالي، أرضي بجهودي أبنيها. نعيد قراءة الأنشودة للمرة الثانية. وطني الغالي، أرض يسكنها الأحرار، تتألق فيها الأقمار، وصروح بالعز تعالت، وديار هي خير ديار، بمحبتها يزهر قلبي، ولها كم أخلص في الحب. سوريا يا مهد طموحي، وجهك يصحبني في دربي. في هذه الأرض تعلمنا وقفزنا مرحا وحلمنا، في درب يزداد ضياء ببناء المجد تقدمنا. سوريا ربي يحميها، بدمي وبروحي أفديها، أنا لا أنسى وطني الغالي، أرضي بجهودي أبنيها. قلنا للشاعر قحطان برقدار. ننتقل أعزائي الطلبة إلى شرح بعض المفردات التي مرت معنا في الأنشودة. تتألق فيها الأقمار، كلمة تتألق بمعنى تلمع وتضيء، تلمع. صروح أي الإنجازات الضخمة. مهد أي أرض. درب بمعنى طريق. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى شرح أفكار الأبيات. فكرة البيت الأول والثاني تدل على فخر الشاعر بوطنه سوريا. الأبيات الثالث والرابع والخامس والسادس تدل على مدى حب الشاعر لوطنه سوريا. البيتين الأخيرين تدل على افتداء الشاعر وطنه بدمه وروحه. ننتقل إلى الاستيعاب والفهم من خلال قراءة الأنشودة. عما يتحدث الشاعر في النشيدة؟ قلنا الشاعر يتحدث عن وطنه، سوريا. بما يفتدي الشاعر وطنه؟ بروحه ودمه. بماذا سيبني الشاعر وطنه؟ من خلال بذل جهوده، أي بجهوده. ننتقل إلى اللغة والتراكيب أو بعض التدريبات حول الأنشودة. اقرأ الكلمات الآتية ثم املأ الجدول بالمطلوب. لدينا كلمات مهد، وجه، سورية، أرض، درب. لدينا الجدول مذكر ومؤنث. مهد، على ماذا تدل كلمة مهد؟ على المذكر أم المؤنث؟ فهي تدل على المذكر، رضعها في جدول المذكر. وجه أيضا يدل كلمة وجه على المذكر. سورية كلمة مؤنثة. أرض أيضا كلمة تدل على المؤنث. درب كلمة تدل على المذكر. نكمل اللغة والتراكيب.
اذكر جمع الكلمات الآتية. لدينا كلمات بالمفرد نريد الجمع منها. وجه، ما هو جمع كلمة وجه؟ وجوه. روح، ما هو جمع كلمة روح؟ أرواح. قمر، ما هو جمع كلمة قمر؟ أقمار. ننتقل إلى التدريب الأخير. ثني الكلمات الآتية. لدينا كلمات بالمفرد المراد أو المطلوب منا تثنيتها. درب، ما هو المثنى من كلمة درب؟ دربان في حالة الرفع، ودربين في حالتي النصب والجر. وطن، وطنان ووطنين. مهد، مثنى منه مهدان ومهدين. بقي لدينا أعزائي الطلبة في الختام الواجب المنزلي الكائن في الصفحة 99. لدينا اللغة والتراكيب. أبحث في مجموعتي عن المطلوب. المطلوب مفرد الكلمات الآتية. لدينا كلمة أحرار وصروح. هذه الكلمات هي في الجمع، المطلوب منا ذكر مفردها ونضع المفرد في الفراغات. جمع الكلمات الآتية. لدينا كلمة بالمفرد والمطلوب منا جمعها، كلمة درب ووطن. مرادف الكلمات الآتية. طبعا المرادف أي كلمة تحمل نفس المعنى. الكلمة هي تلمع وارتفعت. نذكر مرادف كلمة تلمع ونضعها في الفراغ، ومرادف كلمة ارتفع ونضعها في الفراغ. إضافة إلى الواجب المنزلي حفظ 4 أبيات من الأنشودة. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.